مشاهدينا الكرام احييكم مره اخرى، ووصلنا دلوقتي لفقرتنا الاخباريه في برنامجكم صباح البلد اللي هنناقش فيها اهم الاخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعه من الصحف والمواقع الالكترونيه. يسعدني ان يكون معايا النهارده الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. دكتور مختار منورنا. صباح الخير عليك وعلى مشاهديك. صباح الفل. خلينا نبتدي جولتنا بالخبر المهم وهي الجي 20، حيث وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين جي 20 والتي تعقد بمدينة نيودلهي. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مشاركة السيد الرئيس بقمة مجموعة العشرين تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تعقد في ظرف دولي دقيق، وكذا العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والهند. واحتفى الحساب الرسمي لمجموعة العشرين على موقع التواصل الاجتماعي اكس بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند لحضور قمة العشرين، كما نشرت حسابات هندية صورا لوصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. دكتور مختار، يعني أكيد النهاردة احنا هنتابع القمة، ويعني عايزة أتكلم أن دعوة الرئيس للمشاركة في هذه القمة الهامة، لأنه زي ما قال الخبر على لسان المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن هذه القمة تأتي في وقت في ظرف دولي دقيق. صحيح. والرئيس خليني أقول في هذه القمة بيمثل المجموعة الإفريقية، يعني هو صحيح. موجود وأفريقيا تحديدا تمر بظرف دولي دقيق غير صحيح. الظرف العالمي. شايف الأجواء اللي فيها القمة وأهمية هذه القمة في هذا التوقيت؟ يعني شوف، يعني أنا هقول لك حاجة مهمة جدا عن هذه القمة، وهي معلومات إلى حد كبير جدا بتوضح قيمة هذه القمة على نطاق الدولي ونطاق الإقليمي. أنت بتتحدثي عن قمة 75% من حركة التجارة الدولية داخل هذه القمة. نعم. و85% من الناتج المحلي الاقتصادي العالمي داخل هذه القمة. وبتتحدثي عن 65% من عدد السكان على مستوى العالم أيضا داخل هذه القمة. وكمان غرابة الموضوع أن 79% من أسباب الانبعاثات الحرارية خارجة من دول حاضرة داخل هذه القمة. وتباينات المواقف بين قادة هذه القمة معلومة ومعروفة، والدليل أن هذه القمة تعقد في ظل غياب الرئيس الصيني وفي ظل غياب الرئيس الروسي، ووصول الرئيس الأمريكي. ووصول الرئيس الأمريكي. نعم. وهناك جدل كبير جدا بين قادة هذه القمة. الجدل مرتبط بحركة التجارة الدولية خلال المرحلة القادمة، وقدرة القوى الكبيرة بصرف النظر عن تباينات المواقف في ضبط هذه الحركة خلال المرحلة القادمة. ليه؟ لأنك انت في مرحلة إجهاض لبناء ولادات جديدة لقوى إقليمية وقوى دولية صاعدة، وانه حركة الصراع داخل الساحة الأوكرانية لن ينتهي بسهولة، خصوصا انه انا شخصيا سئلت قبل ما اطلع معاك على الهواء انه الهند بصدد انها تقدم دور وساطة ما بين الروس وما بين الأوكرانيين لإنهاء هذه الحرب. الإجابة المقنعة، لن تنتهي هذه الحرب ما لم تدرك الولايات المتحدة الأمريكية بأن الروس والصين قادمين لا محالة، وانهم أقطاب دولية اصبحوا على قدم المساواة مع الطرف الامريكي. ناهيكي عن حركة التغيرات اللي انت اشرت اليها داخل الساحة الافريقية. نعم. وهذه الحركة التغيرات مش عايز اخدك لمسألة الانقلابات العسكرية او تغيير نظم الحكم الموجود فيها، لكن بالمجمل هي مرتبطة بإزاحة العالم الغربي والطرف الفرنسي او الاطراف الغربية المؤيدة له على حساب الطرف الصيني والطرف الروسي اللي هم لهم قدم ثابتة داخل الساحة الافريقية. فهي قمة مهمة في ظل معترك دولي هام جدا، وفي ظل واقع إقليمي وتغيرات على نطاق الدولة ونطاق الإقليم لا يستهان بها. وأنا متصور أنه داخل أروقة هذه القمة مسائل كثيرة جدا سوف يعني تتضح بعد انتهاء. اللقاءات الثنائية بتبقى مهمة جدا في هذه القمم، يعني أعتقد أن السيد الرئيس هيعمل العديد من اللقاءات الثنائية
ممكن يبقى فيها معلن وممكن ما يبقاش فيها معلن يعني. مفيش شك لانك انت بتتحدثي عن اعظم قاده على مستوى العالم. صحيح. المتحكمين في السياسه والتجاره والصناعه، بتتكلمي داخل هذه القمه الخمسه الاعضاء الدائمين في الامم المتحده، بتتكلمي عن جي 7 موجوده فيها، بتتكلمي عن اعضاء البريكس الجداد والقدام الموجودين. صحيح. داخل أروقة هذه القمة، فبالتأكيد هيكون في اتصالات على المستوى الثنائي، في اتصالات على المستوى الثلاثي بين قادة الدول، هيكون في شكل من أشكال التنسيق بالنسبة للدول الحاضرة خصوصا العالم العربي. المملكة العربية السعودية موجودة، واحنا عارفين قدرتها في التحكم في إنتاج النفط وتسعيره على المستوى الدولي. مصر حاضرة وبدعوة خاصة من رئيس الوزراء الهندي، واحنا عارفين خصوصية العلاقة ما بين الجانبين. هذه القمة تنعقد وعندك مناورات النجم الساطع بينك وبين الولايات المتحدة. عندي خبر عن النجم الساطع، هنجيله وهنجيلها. لكن أنا عايز أقولك لا، هي قمة في ظرف زمني حرج للغاية وفي توقيت زمني، وأنا متصور زي ما قلتلك أنه إرهاصاتها لن تكون سهلة إن شاء الله. يعني نتمنى الخير، يعني نتمنى الخير. خلينا نروح لخبر آخر. إحنا يعني يمكن استيقظنا اليوم مبكرا على خبر صعب، وهو الزلزال الذي وقع في المغرب، حيث أعربت مصر عن خالص تعزيها في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة. قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم أنها تعرب عن خالص تعزيها للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من الأقاليم والمدن المغربية مساء أمس، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين ووقوع خسائر مادية كبيرة. أكدت مصر على تضامنها الكامل مع المملكة المغربية حكومة وشعبا في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم، ومواساتها لأسر الضحايا من أبناء شعب المملكة المغربية الشقيقة، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. هو يعني الخبر صعب لانه هو حصل الساعه 11 بالليل الزلزال يعني، وفي عدد كبير يعني على اخر ما قبل ما ادخل الاستوديو كان وصلوا تقريبا 296 قتيل في هذا الضحايا. شوفي يعني عندما تصور الطبيعه لها مقادير، واحنا عارفين ان الزلازل او البراكين دي مساله قدريه، بالتاكيد قلوبنا مع الشعب المغربي. صحيح. ملكا وقياده وحكومه. مصر الشقيقه الكبرى بالتاكيد هتمد يد العون وهتبادر بارسال مساعدات انسانيه وغير انسانيه وفنيه الى المملكه المغربيه، لكن بالتاكيد قلوبنا مع الشعب المغربي. صحيح. ومع القياده المغربيه في هذا الحادث الاليم. طيب خليني انتقل لخبر اخر وهو النجم الساطع. استمرت فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، والذي ينفذ بقاعدة محمد نجيب العسكرية. تضمنت فعاليات التدريب تنفيذ عدد من الرميات النمطية وغير النمطية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من أوضاع الرمي المختلفة، كما تم تنفيذ التدريب SOF-9 لتبادل الخبرات في مجال القوات الخاصة، كما تم استعراض معدات الحرب الكيميائية من الدول المشاركة في التدريب. يعني النجم الساطع، يعني احنا بقالنا كتير بنسمع عليه، أهمية هذا التدريب خاصة يعني احنا النهاردة بقى ابتدينا نسمع معدات الحرب الكيميائية. طيب يعني الحرب الكيميائية بتفرض نفسها دلوقتي كواقع. صحيح. بس دعيني ابتداء ان انا يعني ارسل تحية الى قواتنا المسلحة والى قادة القوات المسلحة، ولي فيهم اصدقاء يعني، وأرسل تحية ليهم باعتبار أن تصنيف قواتنا المسلحة أصبح رقم 9 على مستوى العالم. إحنا كنا بنتأرجح بين 9 و12 و13، إحنا النهاردة طبقا لآخر تصنيف ورد من المجلات الدولية رقم 9. ولما بتحدث عن مناورات النجم الساطع بتحدث عن المناورات اللي أقيمت منذ 1980 حتى هذا التاريخ، و8000 مقاتل، أكثر من 34 دولة، بيقام في أهم وأكبر قاعدة عسكرية ربما في منطقة الشرق الأوسط، وهي قاعدة محمد نجيب، بمشاركة طبعا الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة
قوات عسكرية من دول في العالم العربي، فرنسية وإنجليزية وسعودية وإماراتية، ومفترض أنها تستمر لغاية 14/9. أنا متصور أنه دي إضافة جديدة وقناعة من قبل القوى المشاركة في هذه المناورات بأهمية وقدرة وفنيات قواتنا المسلحة، اللي هم الحائط السند الوحيد الثابت الآن لثبات منطقة الشرق الأوسط في ظل هذا الواقع المرتبط والملتهب في هذه المنطقة. مش بس الشرق الأوسط وأفريقيا، يعني أفريقيا يعني احنا بنتكلم على وضع كمان ذلك. احنا دولة أفريقية وشايفين اللي بيحصل في أفريقيا ايه؟ صحيح، وأنا عايز أقول لك إن الولايات المتحدة الأمريكية بصرف النظر عن تباينات المواقف بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية واستراتيجية العلاقات الخاصة بيننا وبينهم، لكن ما زالت تدرك حتى هذا التاريخ انه العامل المصري وانه الجيش المصري هو عنصر الثبات والاستقرار الوحيد في هذه المنطقة المضطربة. انظروا الى محيطك الاقليمي بكامله، اضطرابات وتصارع داخل الساحة السودانية، الوضع بالنسبة لسوريا لم يستقر بعد، الوضع بالنسبة لليمن، ليبيا، الواقع بالنسبة للقضية الفلسطينية وآليات ومآل الوصول إلى تهدئة خاصة بها في ظل هذه الحكومة المتطرفة للغاية الموجودة في الداخل الإسرائيلي، ليبيا والواقع اللي موجود فيها، اضطرابات أصبحت موجودة بنسمع عنها يوميا داخل الساحة الأفريقية وتقلبات شديدة الحساسية والوطأة، لكن يظل الجيش المصري هو الثابت الوحيد اللي إن شاء الله يكون حائط صد منيع أمام يعني أي شيء موجود في العالم العربي. يا رب. أنتقل لخبر آخر، حيث تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر أغسطس من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة. وشهد قطاع الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي بتوجيه 7561 شكوى واستغاثة وبلاغ إلى وزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهر، وجاء في مقدمة الاستجابات التي حققتها الوزارة على تلك الشكاوى التعامل مع 3808 شكاوى بشأن طلب الحصول على فرص ببرامج الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة، وتمت الاستجابة بإصدار وتفعيل 2272 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة وفقا لمعايير وشروط الاستحقاق بالبرنامج، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة الشرائح المستفيدة من برامجها بغرض توفير حياة كريمة للمواطنين بهذه الشرائح. شايف عدد الشكاوى وعدد الاستجابات ازاي؟ يعني شوفي، أن تكون أمام حكومة مهتمة بأن هي تريح المواطن وأنها توسع من قاعدة تكافل وكرامة، وأن تكون عندها جزء من المقدرات المالية والمخصصات المالية الخاصة بالدولة لهؤلاء الأسر، أنا متصور ده شيء جيد جدا بصرف النظر عن عدد الشكاوى التي قدمت وبصرف النظر عن عدد الشكاوى التي تم الاستجابة إليها من قبل الحكومة. لكن أنت أمام واقع أن تكافل وكرامة بيتسع، حجم متطلبات تكافل وكرامة وحجم الأسر المنضمة إليه واستجابة الحكومة لهذه الأسر المنضمة إليه واضح أنه شيء جيد جدا. هناك اهتمام بالحكومة بأنها توسع من هذه القاعدة في إبل وبحري وفي الدول ذات الاحتياج ليها، دي مسألة إلى حد كبير جدا نقدرها، وأنا متصور أن بهذا الأمر أنت بتخلق رصيد كبير للحكومة في أرضية الشارع. بس دكتور مختار، عايز أقف عند حاجة، يعني أغلب الشكاوى اللي احنا قريناها هي فرص برامج الحماية الاجتماعية بتاعت الدولة وكارت تكافل وكرامة، وطلع لهم الناس لما قدموا الشكوى. معنى الشكوى أن أنا في حاجة وقفتني ما خلتنيش أحصل. طب يعني معنى كده، وهو طالما انه بعت شكوى وقدر يحصل على ده يبقى هو كان بيستحقها. انا عايزه اتكلم على من
يوقفوا العمل او من يعطلوا العمل. شوفي هي يعني دي مشكله موظف. صحيح هي دي، يعني انا عايزه اقف عند دي معاكي، هي دي بيروقراطيه الموظف الحكومي. ما هو ده مش صح يا فندم، ودي اشكاليه كبيره جدا. وانا عشان كده انت لما حبيتي انك انت تقولي انا عايزه مستثمرين، قلت انا هعمل الـ 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 الفرصه الذهبيه او هعمل الرخصه الذهبيه. ليه؟ انت عايزه تقللي من حجم اتصال المواطن بالموظف البيروقراطي اللي بيعقد الدنيا. يعني جزء كبير جدا من هذه الشكاوي بالاستجابه اليها بهذا الجزء الكبير، ده دليل انك انت كنت امام موظف متعنت او امام موظف مش فاهم او امام موظف معطل. ودي اشكاليه انا متصور الحكومه فاهماها ومدركاها، ومن الاهميه خلال المرحله القادمه انك انت في ظل الحوكمه وفي ظل الحكومه الرقميه انك انت تقللي من حجم اتصال المواطن بالموظف وتبقى اموره ماشيه. عايز يعمل شهاده ميلاد، عايز يطلع جواز سفر، عايز يستخرج بطاقه، عايز يعمل اي اجراءات مرتبطه، ابعدي عن الموظف وعن الشغل البيروقراطي الخاص بيه، الامور هترتاح. لكن دي آفة خطيرة ونتمنى أن تنتهي. يعني نتمنى، إحنا بقى كتير بنتمنى الصراحة بس ما بتنتهيش يعني للأسف يعني. طب خليني أنتقل إلى الشأن الدولي، حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن لدى روسيا معلومات تشير إلى محاولة تفجير خطي أنابيب الغاز، التيار التركي والتيار الأزرق في البحر الأسود. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الروسي مع ممثلي الرابطة البنغلاديشية لخريجي الجامعات السوفيتية والروسية في السفارة الروسية ببنغلاديش، حيث تابع: الآن عندما يطالب الجميع بالسماح لهم بتصدير الحبوب مرة أخرى فإننا لا نمنعهم، ببساطة لن نسمح لهم بالمرور عبر الممرات الإنسانية التي تم فتحها من قبل واستخدمت في محاولات لمهاجمة ليس فقط سفننا العسكرية ولكن أيضا السفن المدنية. الموضوع ابتدى ياخد شكل آخر، يعني خليني أقول ان موضوع الحبوب ده روسيا وقفته لانها قالت ان انتوا بتستعملوا الممرات الانسانيه دي عشان تضربونا. ده مش كده وبس، ده قالت كمان العالم الغربي عامل عقوبات علينا، ارفعوا هذه العقوبات عشان نقدر ندي للناس قمح. لا ومش بس كده كمان، انه اكتشف ان اغلب الحبوب اللي كان مفروض تروح لدول معينه فقيره. صحيح فقيره او دول افريقيه. اللي حصل ايه؟ ان هم كانوا بياخدوها ليهم ونسبه بسيطه بتروح. صحيح. 5% بتروح لهذه الدول. فوق ده وده فوق ده وده، يعني لما النهاردة زيلينسكي الرئيس اليوكريني لما يقول لك أنا الهجوم المضاد على روسيا فشل لأن هم عندهم تفوق جوي، وأنا بأطالب الغرب للمرة المليون بيطالب، معرفش يعني هيفضل يطالب لغاية إمتى، إنه يديني أسلحة بعيدة المدى. اعترافك بالفشل مع أن أنت قلت أن الهجوم المضاد ده هيعمل ويساوي كل اللي شايفه، ده بيؤدي إلى نتيجة واحدة أحب أسمعها منك. نتيجة واحدة مضمونها أساس هذه الحرب اللي احنا قلناها في بداية الحلقة، إنهاء هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية كقطب واحد على مستوى العالم. والروس داخلين هذه الحرب هم مدركين هم بيعملوا ايه، والكثير من المراقبين والمحللين والعسكريين وغيره يقولوا لا طيب الروس طالما عندهم القدره العسكريه ليه ما حسموش هذه المساله من بدايه هذه الحرب خلال شهر ولا شهرين وثلاثه. حتى هذا التاريخ الجيش الروسي لم يدخل هذه الحرب، ده بالعكس، ده من 3-4 ايام بدا التلويح بالاسلحه الفرط الصوتيه اللي هو بيسموه صاروخ يوم القيامه اللي عملته روسيا، وبيحمل اكثر من 17 راس نووي، وقيل ان انطلاق صاروخ واحد يدمر لندن ويدمر باريس ويدمر احدى الولايات الخاصه بالولايات المتحده الامريكيه. الروس داخلين هذه الحرب وهم عارفين هم بيعملوا ايه، والولايات المتحده الامريكيه تدرك بانه استحال على الروس ان يخرجوا من هذه الحرب منهزمين. سيبك بقى من هجوم مضاد وانه الطرف الاوكراني لا طب عايز طيارات اف 16 او طيارات مسيره يبدا يحاول يناوش العاصمه الروسيه وغيره مثل هذه الامور، الامر منتهي. وانا شخصيا قلتها يا رشا في بدايه هذا الصراع وما زلت مصر عليها، الروس دخلوا هذه الحرب واستحاله ان يخرجوا من هذه الحرب منهزمين، لان معروف ان تبقى بدايه النهايه بالنسبه لهم في ظل صعود روسي صيني يعني مخيف للولايات المتحده الامريكيه. وانا متصور
الخشية مش بتصريحات الرئيس الأوكراني زيلينسكي، الخشية من تطور هذا الصراع ودخول الطرف البولندي داخل هذا الصراع على الخط، أو دخول مجموعة دول بحر البلطيق أستونيا ولاتفيا وليتوانيا، أو دخول فنلندا والسويد الطرف المستكين ناحية الغرب. لو تصاعد هذا الصراع ودخلت هذه الأطراف، دخلت ده مواجهة مباشرة مع الناتو، بقى دخلت في بدايات الحرب العالمية الثالثة، مواجهة مباشرة اللي الكل يتجنبها والكل يدركها والكل يدرك بأن الروس مستعدين ليه. طيب يبقى احنا ممكن نقول ان في هذه اللحظة انه كفة الجانب الروسي اعلى من كفة الجانب مش الاوكراني بقى، الغربي طبعا ما فيش شك اعلى اعلى بكتير باعلان فشل الهجوم المضاد. لا غير كمان كده حجم المساعدات العسكريه الضخمه اللي بتروح، دبابات ليبارد الالمانيه، بعض الصواريخ البالستيه، بعض المساعدات العسكريه، حتى القنابل العنقوديه اللي تحدثت الولايات المتحده الامريكيه انها مدت الاوكرانيين بيها، ده غير المسيرات، دي كلها لم تفعل شيء، لانه او الروس مسيطرين على الشرق، شبه جزيره القرم، لوهانسك ودونباستك، خاركيف اللي هي المدن الرئيسيه في الشرق الاوكراني، دي كلها خاضعه لسيطره الروس. الروس بيناوشوا في الاماكن الاخرى اللي هي كييف والمدن المحيطه بها. بالنهايه هذه الحرب المتصاعده لن تنتهي بسهولة ما لم تدرك الولايات المتحدة الأمريكية بأن مرحلة القطبية الوحيدة بالنسبة لها وانفرادها بقيادة العالم انتهت، وإن هي في مرحلة سموها الخبراء مرحلة الترهل الإمبراطوري، اللي الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة الانحناء الأسفل، ودي سنن الحياة. لو لم تنتهي الإمبراطورية الفرنسية والإنجليزية ما كانت الإمبراطورية الأمريكية ولا السوفيتية، ولو لم تنتهي الإمبراطورية السوفيتية ما انفردت الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة العالم. هي وصلت إلى القمة وثبتت على القمة سنوات، وآن أوان خروج الصين والروس كأقطاب مناوئة للولايات المتحدة الأمريكية، وعليها أن ترتضي بذلك. لما نشوف خصوصا أنت كمان داخل، يعني إحنا عندنا منحنيين صعبين جايين، أولا أنت داخل على فصل الخريف والشتاء وفي تفوق روسي في، لأن هم متدربين كويس على الحرب في هذا الفصل. اتنين هتبقى داخل خلاص على انتخابات أمريكية، وما أدراك ما الانتخابات الأمريكية. صحيح صحيح. يعني طيب خليني أنا لسه في الشأن الدولي، حيث قدم المجلس الأوروبي تقريرا عن عمل دول الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات المفروضة على صناعة الماس في روسيا. ووفقا لقناة روسيا اليوم الروسية، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في مؤتمر صحفي له بالعاصمة الهندية، إن بإمكان دول الاتحاد الأوروبي أن تفعل المزيد في هذا الاتجاه، حيث تعمل هذه الدول بشكل مكثف على فرض عقوبات على صناعة الماس الروسية. وتابع ميشيل: من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نعمل بأقصى ما في وسعنا لمحاولة وقف التحايل على العقوبات. سلسلة جديدة من السلاسل لا يعني من سلاسل العقوبات التي اعتادت عليها روسيا. شوفي يعني في بداية هذا الصراع عملوا إيه؟ أولاً أثروا على العالم الغربي ومنعوا وصول الغاز والنفط إليه، أو ضغطوا على بعض دول في العالم الغربي بأنها ما تشتريش الغاز والنفط الروسي، وحصل تحايل على هذا الموضوع، وعشر شركات من كبريات الشركات الغربية بتشتري الغاز حتى هذا التاريخ، وما زالت دول زي النمسا وزي المجر بتشتري الغاز الروسي وبكثافة. الأمر الثاني أنه أخرجوا سبع بنوك من أكبر بنوك داخل الساحة الروسية من نظام سويفت، نظام المعاملات الدولية، ولقوا برضو الطرف الروسي مش متأثر بهذا الموضوع، وإن الروبل ما زالت عملة قوية في مواجهة الدولار. النهاردة بيتكلموا على بعض الصناعات الروسية الأخرى وآليات فرض العقوبات عليها. أنا متصور دي كلها أمور، شوفي أنت لما بتعملي حصار على دولة قوية أو دولة ثرية أو دولة غنية، خلاف لما بتعملي حصار على دولة فقيرة أو دولة يعني إمكانياتها الاقتصادية محدودة. الروس وريث الاتحاد السوفيتي، انتهوا من سداد كامل ديون الاتحاد السوفيتي بالكامل في 2007، أرسلوا قاذفاتهم الاستراتيجية في المحيط الأوروبي، جمدوا اتفاقية الأسلحة التقليدية بينهم وبين الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك التاريخ. بتتكلم عن دولة تقريبا تلت القارة الأوروبية، روسيا، بحجم مساحتها وحجم تعداد سكانها. لا طبعا التأثير عليها مش التأثير البالغ، ومش التأثير اللي يضعف دولة بحجم روسيا وبحجم إمكانياتها وقدراتها الاقتصادية والعسكرية. صحيح.
دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا يا فندم. شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام بكده بتكون انتهت جولتنا الإخبارية. دلوقتي معانا تقرير عن الجامعة البريطانية واحتفالها بأوائل الثانوية العامة اللي انضموا ليها. أنا عايزة أقول إنه الجامعة البريطانية بتمنح شهادات مزدوجة، الشهادات دي معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية ومن الجامعات الأجنبية الشريكة للجامعة، زي مثلا هقول بعض أسماء الجامعات زي لندن ساوث بانك يونيفرسيتي، مانشستر متروبوليتان يونيفرسيتي، كوين مارغريت يونيفرسيتي، كل الجامعات دي مع الجامعة البريطانية. برضو الجامعة البريطانية بتتيح لطلابها فرصة ان هم يكون عندهم فصل دراسي في الخارج، وبتتبع النسب البريطانية او الكروكولوم المتبع في بريطانيا. فيها 11 كلية زي كلية الهندسة، هندسة الطاقة، البيئة، طب الأسنان، التمريض، القانون، الإعلام والاتصال، الفنون، التصميم، الصيدلة، علوم الحاسب ونظم المعلومات، الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال والأداب والإنسانيات. والجامعة البريطانية تصدرت تصنيف مجلة التايمز البريطانية للجامعات العالمية. تعالوا نتابع. تقديراً لتفوقهم الدراسي خلال مرحلة الثانوية العامة وانضمامهم لطلاب العام الجديد، نظمت الجامعة البريطانية في مصر حفل لتكريم أوائل الثانوية العامة والمتفوقين، إذ وفرت لهم الجامعة منح دراسية كاملة في كافة الكليات والتخصصات. اعتادت الجامعة البريطانية في مصر دعم المتفوقين، وينضم هذا العام 6 من أوائل الثانوية العامة للجامعة في تخصصات الإعلام واللغة الصينية وهندسة الطاقة والبيئة والاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال. الجامعة بتدعم الطلبة اللي بتيجي عندها أوائل الجمهورية بمنح كاملة، بتبقى فيها كمان السكن وبتبقى فيها كل متطلبات الطالب، بس ده ما بنعملهاش لوحدينا، بنعملها بالتعاون مع مؤسسة محمد فريد الخيرية. فالطلبة عندنا في اقتصاد علوم سياسية بنوفر لهم فرص تدريب في جامعة الدول العربية، في البرلمان العربي، في الاتحاد الأفريقي. اللغة الصينية الطلبة عندنا بيتدربوا مع السفارة، بيسافروا الصين لجامعات في الصين. الحاجات دي كلها بتخلي الطالب راوندد. احنا مش بندي محاضرة جوه قاعة المحاضرات وهو يروح، لا، احنا بنخليه يتعلم من خلال الممارسة. يعني مثلا في كلية الطاقة هم راحوا زاروا مصانع وزاروا العاصمة الإدارية الجديدة واشتغلوا في حاجات بإيديهم. في كلية بيزنس احنا كنا في مدينة العالمين الجديدة عملنا فاينانشال. كليات الطب وكليات التمريض عندنا الطالب بيروح قوافل طبية. أنا من أول يوم جيت الجامعة حبيت المكان وحبيت التعامل والناس الموجودة، وحسيت إن في التعامل كويس، وحسيت إن ممكن يبقى أكاديميا الموضوع كويس ليا، والشك العملي يعني هيبقى كويس برضو ليا في الكلية هنا. تشديت للجامعة عشان فعلا الموضوع الشهادة المزدوجة أو الدول ديجري يعني، وتشديت للكلية عشان الشك العملي في القسم بتاع فيلم ستوديز أو فيلم الميديا. ما كانش فيه في كليات تانية قوي اللي شفتها ان يكون في اعلام. اتبسطت بالاستقبال واتبسطت بالاهتمام، والصراحة يعني جميع الاستاف في الجامعة كلهم كانوا ما شاء الله متعاونين جدا، فده شيء خلى الواحد مرتاح نفسيا كتير للجامعة. جيت الجامعة وجيت وشفت الدورمز وشفت الاكتيفيتيز اللي موجودة، البول والملعب الكورة والبادل والكلام ده كله، ده غير طبعا ان هم بيلعبوا على السوفت سكيلز بتاعة الطالب لو عايز يعمل برزنتيشنز. طبعا هو انا كنت محددة اصلا الكلية اللي انا هدخلها من وانا في الثانوي، كنت عايزة بزنس، فلما الحمد لله طلعت من الأوائل على الجمهورية الجامعة البريطانية كلمتني وادتني منحة كاملة، فصراحة يعني حبيت استغل الفرصة يعني وجيت هنا، فما شاء الله المعاملة كانت لذيذة يعني. وطبعا عشان هي بتديني شهادة معتمدة من بريطانيا كواليفاي أحسن يعني. اخترت الجامعة البريطانية علشان قسم العلوم السياسية فيها معروف إن هو كويس ومن أحسن الأقسام في مصر. دور فعال تلعبه الجامعة البريطانية في مصر في مجال التعليم المصري
خاصة وأنها تجمع بين شهادات معتمدة في مصر وبريطانيا، بالإضافة لنظام التدريس الذي يعتمد على الشقين الأكاديمي والتدريبي، وأيضا الدعم المعنوي والنفسي لطلابها، ليصبح الخريجين مستعدون بكافة الأدوات اللازمة لسوق العمل العالمية. محمد القليوبي لبرنامج صباح البلد.